الشرايط على يا عم حسن حمدي حسن هو بسرعه يا عم تعالى بعتوا لي قالوا لي تعالى عشان في اجتماع النهارده استاذ حسن حمدي عامله عشان اهل الشهداء يعني. طب تحكي لنا عن الشهيد مصطفى واضح بالظبط ايه المعلومات اللي وصلت لك؟ والله في حاله الوفاه حضرتك انا وانا مروح بالليل بعد الماتش قعدت اتصل على التليفون بتاعه ما ردش عليا وفي الاخر تليفونه رد ايوه مصطفى قال انا مش مصطفى انا ضابط في مستشفى الزهور وصاحب الموبايل دوت حد يجي يتعرف عليه. قلت له شكرا وخدت جاري ورحت بورسعيد ورحت اتعرفت عليه هناك وجبته ودفنته. والله احنا طالبين منهم الناس اللي هي عملت كده عايزين القصاص منهم ناخد حقنا من حق الناس اللي ماتت دي حق الشهداء دي. الناس اللي مالهاش ذنب دي 19 سنه و14 سنه و15 سنه اقل من كده كله شباب. كل شباب حسب الله ونعم الوكيل ربنا يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا. انت متوقع ان اداره الاهلي تعودي لحد ما تقفل البلد دي تساعد ايه والله احنا عايزينهم يساعدونا ناخد حق الاولاد دي ناخد حقهم بس مش عايزين حاجه منهم غير كده. والله انا بص انا املي في ربنا كبير ان هم يساعدونا ناخد حق الناس دي. ما نعرفش ان هو راح الماتش جينا بقى بالليل عرفنا الحدث وكان قال لوالدته ونحن واقفين بقى ما كناش في البال قال لي والدته انا رايح الماتش جانا الساعه 12 بالليل لقينا بقى وخرج من الصبح ما عادش رجع ده يوم الاربعاء. المهم عنا بقى نتصل كان معانا التليفون وكده عنا نتصل انا التليفون مقفول. المهم تاني يوم بقى الصبح اللي كان رايح معاه كان رايح هو واحد شغال معاه قال لنا ان اغمى عليه وما عادش لقيت اخوه. المهم ركبنا رحنا بورسعيد عنا نلف في بورسعيد ما احناش لاقيين له ولا اسم في الميتين ولا حتى في المصابين ولا في المحبوسين. رحت للمأمور بتاع اسم بورسعيد قال لي انا ما كنتش موجود وما اعرفش حاجه دلوقتي انا عايز اعرف طريق اخويا فين. اما قال لي في مشرحه زينهم في السيده زينب في جثث مجهوله وفي المستشفيات مصابين مجهولين. المهم احنا ركبنا جانا مصر رحنا مشرحة زينهم في السيدة زينب دخلت لقيت اخويا متوفى. اللي حصل زيه زي اي ماتش بيجري ورا الاهلي في كل حاجة في كل حاجة من فلوسه الخاصة طبعا مش من تمويل خارجي زي ما بيقولوا يعني كل حاجة منه هو مستعد هو واصحابه ان هو يروحوا الماتش بيعملوا الاوراق اللي بيطلعوا بيها والبنرات والاشكال اللي بيجهزوها عشان يدخلوا بيها الماتوشة وخرج من الساعة 8 الصبح عشان يروح الماتش راح في القطر ودي اخر صورة ليه في القطر وهو رايح الماتش. كلمته اثناء الشوط الاولاني قال يا ماما ما تقوليش لخطيبتي عشان انا ما قلتلهاش اوعي تقولي لها عشان بتزعل. قلت له حاضر يا حبيبي انت كويس؟ قال انا كويس بس في حاجات غريبه كده ومشاحنات غريبه يعني. قلت له طب خد بالك من نفسك. بعدها التليفون اتقفل خالص ما عرفتش اي حاجه عنه الا عن طريق صاحبه اسمه كريم برده كريم عبد الحكيم كنت متابعاه لحظه بلحظه. نزل الاستاد يدور عليه دخل اوضه اللاعبين يدور عليه النور اتقطع عليهم اتبهدلوا بقى يقول لي يا طنط ادعي لنا ان احنا نطلع من هنا بالسلامه وانا هلاقي كريم لغايه ما التليفون من كتر تليفوناتي تليفونه قطع من الشحن. وبعد كده لقيت في التلفزيون 30 و40 و50 شهيد وابني مش موجود في وسطه. نزلت ادور عليه في كل حته في المطار كانش موجود. ابني جاي لي مجهول الهويه عشان سرقوا تليفونه كل حاجه. معرفش ابني اترمى من فوق ولا داسوا عليه ولا عملوا فيه ايه حد تشاهد عليه حد اداله ميه حرام يعملوا كده. شعب بورسعيد كله مدين ولو سمحتوا ما تستدعونيش ان انا انزل اخد حق ابني بنفسي لان لو حقي ما جانيش في وقت قريب قوي مش عايزه الجلسات الطويله قوي الجلسات المسرحيه اللي بتتعمل دي لو حق ابني ما جاش انا هنزل اخده بنفسي واخواتي معايا ومصر كلها معايا محدش هيسكت. الفنان اللي ياما رسم للاهلي وياما رسم بوسترات كتيره جدا ليه وماليه شوارع العمرانيه هناك حتى في صوره رسمها حتى في اليوم السابع السنه اللي فاتت طلعت الاولى في اليوم السابع اللي هي اليد اللي ماسكه شوك من سبب الناس اللي كانوا بتهاجم الالترس. دلوقتي عرفتوا الالترس ده ان هو نظيف ما فيهوش
عيل واحد بيشرب سيجارة. أنا شفت الشباب دي أنا ما كنتش أعرفها، بس فعلا بما يرضي الله أنا شفتها وعرفتها. ابني بيقول لي يا ماما ما فيش شخص بيشرب سيجارة، بقول له يعني يا ابني هو ده الأرتر ده كويس؟ قال لي والله يا ماما هو اللي مطهرني من أي صديق سوء. ابني راح الماتش على أساس عارف إني رايح يتفرج على رياضة، رياضة اللي ذكرت في القرآن، مش شرط رياضة كرة القدم، المهم هي الرياضة، رياضة بريئة ما فيهاش أي خيانة، ما فيهاش فيها إرهاب، ما فيهاش غدر. خالد عنده 18 سنة و9 شهور. لا، كان في كلية تجارة خارجية سنة أولى، امتحن الترم الأولاني، أنا مش عارفة أروح أجيب أوراقه إزاي من الكلية بتاعته، أقول لهم إيه؟ أقول لهم ابني مات من سبب الغدر. ومديون له فلوس وكل شيء، وكلمته في بين الشوطين قلت له يا ابني انا مش مرتاحه، حاسه ان في غدر، في غدر في انا شايفاهم في عينيهم. المناظر ما كانتش باينه، العيل الصغير كان يوضح. وشوفي بقى لما يكون قلب ام، قلب ام خايفه. انا اقسم بالله انا بقولها لكم، انا بحب الاهلي ومش بقول لا، وانا اللي حببت ابني في الاهلي. انا اول جون جه للمصري انا فرحت عشان يبقى في تعادل، عشان ابني يرجع سليم، ما عجبهمش وفرحت بالجون الثاني واللي احسن واحسن، قلت الحمد لله ان المصري علم الاهل الادب على الملعب مش على الشباب اللي فوق. قولي ايه الامن اللي سمح لجمهور البورسعيدي ده كله ينزل الملعب؟ حسبي الله ونعم الوكيل، كل واحد ليوم، كل واحد ليوم، حسبي الله ونعم الوكيل، عشان هم لو كانوا عاوزين يحموا شبابنا كانوا حموهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم على حرقه قلبنا على اولادنا. ما كانش في امن عموما، ربنا يحرق قلوبهم كلهم. فين الامن على اولادنا؟ توقع ايه اللي كان حصل فات؟ لا خيانه، انا متوقع ان هي خيانه، خيانه من الشعب المصري كمان، خيانه، خيانه كبيره كمان ما حصلتش في العالم كله غير عندنا احنا هنا، ومن مصر لمصر. والطفل زي ابني، طفل بريء، ابني طفل بريء عنده 17 سنه. شايفه كان في مؤامره ورا كل ده؟ اه طبعا، اكيد واضحه، واضحه، واضحه ان في مؤامره طبعا، واضحه، لانه هو كان بيتعود ان هو بيروح يتفرج وبيرجع في امان الله. وبعدين ده غدر، غدر كبير، لانهم عزل. ده شاب ده لسه ما طلعش بطاقته، كان رايح الثانويه العامه، رايح يمتحن الثانويه العامه، يجهز امتحانه. نعم، بالقصاص. انا مش عايزه حاجه خالص، انا مش عايزه حاجه خالص، عايزه القصاص لابني. اول ما الماتش ابتدى كل شويه اتنين تلاته ينزلوا يقعدوا يضربونا بالطوب والصواريخ، واحنا ما كملناش اي حد. بين الشوطين نزل يجي 10 ولا 20 واحد جولنا وقعدوا يضربوا، والامن عمال يطبطب عليهم ويقول لهم تعالوا على جنب ومش عارف ايه، ولا امسكهم ولا عامل فيهم اي حاجه. اول ما الماتش خلص خالص لقينا الجماهير كلها نزلت وجايه تجري علينا، عمالين يضربوا بالطوب، وطلعوا على السلالم، والحكومه وسعت لهم خالص، طلعوا قعدوا يضربوا فينا والناس كلها عماله يعني الحكومه عماله تبعدهم وتطلعهم على عندنا، لغايه ما كلنا طلعنا فوق، والناس عماله تبص عايزه تنط من المدرج بس خايفه هينطوا هينزلوا عليها بتوع بورسعيد تاني. فالناس كلها فضلت واقفه مكانها، واللي يتضرب بقى يتضرب، مع كله عمال يدافع عن نفسه ومش عارفين نعمل اي حاجه، لغايه ما ضربونا ونزلنا البتاع ده الممر اللي هو حصل فيه كده. كان كل واحد يجي 10 ولا 5. بص هو حضرتك انا ما اعرفش كل واحد كان ساعتها في حاله، ما اعرفش مين ده مات ازاي ولا ده مات ازاي، بس احنا عرفنا اللي هو دخل الممر والناس كلها دست عليه. انا كنت في الممر، فكل الناس عمالين يقول لهم واحد مات واحد مات عشان يسكتوا، احنا ما نعرفش ان كم واحد مات، بنقول كده وخلاص عشان يسكتوا، لانهم نزلوا فينا مره واحده ضرب، كلنا اندفعنا على الباب، كله وقع، لان انا بس انا مسكت في البتاع في الحديده، فكله وقع تحتيه، وشايف الناس عماله بتوع هم نازلين بردك فيهم ضرب. وبره كان فيها يعني بره البوابه بردك كان في ناس من بورسعيد يقولوا لنا تعالوا هنشيلكم، اول واحد يجي لهم يقوموا ماسكينه ونازلين فيه ضرب تاني. بعد ما الضرب كان بايه؟ كل حاجه، اسلحه وعصيان، والكراسي اللي هي كانت قاعده عليها الامن المركزي، واللي معهوش اي حاجه ماسكين حديد بيقوم خالع الحزام وبالتوكه وعمال يضرب في الكل. البوابات كانت ملحومه من بره، حتى في واحد جه قاعد من بره عمال يكسر فيها من كتر ما الناس اندفعت عليها، قامت البوابه وقعت عليه وقام مات. والله حصل قدام عينيا، بحسبه بينقذنا، اتاريه اللي يلاقيه عايش جوه عربيه الاسعاف بقى يموت فيه بالمطوه. حولوني على مستشفى بورسعيد،
هناك لقيت الاهالي الصراحه استقبلوني استقبال حلو، وكلموا اختي في التليفون قالوا لها اخوكي كويس وهنقعده عندنا وما يخف هنجيبه لكم لغايه القاهره، وحولوني على مطار بورسعيد، وجيت في الطياره كابتن ابو تريكه الله يبارك له ويديله العافيه، الراجل ده مش هوافي جميله مدى الحياه، هو اللي استقبلني في الطياره وما رضيش يمشي ولغايه ما اطمن علينا كلنا، وجيت مستشفى القوات المسلحه اللي في حلميه الزيتون، والحمد لله ربنا نجاني، بس مش عارف انسى شكل الشهداء اللي ماتوا على ايدي.